بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نحن مع موضوع آخر من مواضيع بكالوريا، وهو بكالوريا 2019 تمرين ثالث، يخص موضوع المناعة. لنرى كيف يمكن أن نتناول هذا الموضوع وفق المنهجية الجديدة في البكالوريا. إذن الموضوع لنحاول قراءته مع بعض، التمرين الثالث اللي هو بثمان نقاط ليتناول المنهجية المسعى العلمي ضمنه، مسعى علمي ضمنه استدلال علمي. إذا يعمل الجهاز المناعي، يعمل الجهاز المناعي في الحالة الطبيعية على تخريب الخلايا السرطانية، جهاز مناعي على تخريب الخلايا السرطانية بتدخل عناصر مناعية جزيئية، عناصر مناعية جزيئية وخلوية فاعلة، وخلوية فعلا. تطور الخلايا الورمية، خلايا السرطانية الورمية في المراحل المتقدمة للسرطان آلية الإفلات أو الهروب أو عدم تأثير الجهاز المناعي عليها، آليات الإفلات من الجهاز المناعي، تفقد بذلك القدرة على مقاومة السرطان، على مقاومة المرض. إذا الموضوع اللي أمامنا هو دور البروتينات والاتصال العصبي، وبالضبط دور البروتينات في المناعة، وبالضبط دور البروتينات في المناعة الخلوية، دور البروتينات في المناعة الخلوية. طيب لو نتذكر بشكل بسيط الآن مخطط أو موضوع الاستجابة المناعية الخلوية. إذا النقي العظام يعتبر مقرا لإنتاج الخلايا اللمفاوية التي، وهذه التي غير ناضجة، تخرج من نقي العظام تذهب إلى الغدة التيموسية، التيموس أو السعترية، حيث تكتسب أو تنضج خلال الغدة التيموسية، فتخرج من الغدة التيموسية على شكلين اثنين، شكل ندعوه بالخلايا التي ويت، والشكل الثاني ندعوه بالخلايا التي كات. طيب الفرق بينهما، هذه تحتوي على مستقبلات غشائية ندعوها بالتي سي ال، هذه تحتوي على مستقبلات غشائية ندعوها بالتي سي ال. الفرق بينهما، هذه يحتوي على مستقبل غشائي سيدي كات، هذه تحتوي على مستقبل غشائي سيدي ويت. طيب هذا الخلايا المناعية راح تكون على شكل نسائل، تكون على شكل نسائل. الفرق بين النسيلة والأخرى هو المستقبل الغشائي اللي سميناه التسائل. تذهب هذه الخلايا المناعية إلى الأعضاء المحيطية، هذه الأعضاء المحيطية التي هي الطحال، اللوزتين، العقد اللمفاوية. على مستوى الطحال أو الأعضاء المحيطية يمكن أن تلتقي مع خلايا عارضة للمصطدم، أو يمكن أن تلتقي مع المصطدم ذات. فإذا التقت، نكبر هذا الجزء، مع الخلايا العارضة للمصطدم اللي هي مثلا الخلايا البلعامية، فإنها تعرض محدد المصطدم مرتبطا ب CMH، تعرضه لمن؟ للخلايا التويد أو نسيلة من التويد، فتتعرف التويد يتم انتخابها. هذه النسيلة سوف تتكاثر ثم تتمايز معطية خلايا ندعوها بالتس، ندعوها بخلايا التس. إذا لدينا الخلايا اللمفاوية التي تنشأ في نقي العظام، تهاجر إلى التيموس لتصبح ناضجة باكتسابها مستقبلات غشائية التسائل. نميز نوعين من الخلايا التي كات والتي ويت، السبب في وجود هذا المستقبل. تهاجر هذه الخلايا إلى الأعضاء المناعية الثانوية، حيث يمكن أن تلتقي مع خلايا عارضة للمصطدم، ويمكن أن تتعرف مباشرة على المصطدم إذا كانت خلايا التي. طيب بعد أن تتعرف التي تعارفا مزدوجا، تتكاثر وتتمايز بفضل
مواد كيميائية تفرزها الالتكات فتعطينا خلايا LTC. الالتسي تذهب إلى مكان الإصابة حيث تلتقي مع من؟ مع الخلايا السرطانية المصابة بالسرطان، فتتعرف عليها تعارفا مزدوجا أيضا، مما يؤدي إلى تحرير جزيئات غشائية، جزيئات بروتينية. هذه الجزيئات البروتينية ندعوها بالبرفورين فتشكل قنوات تخرج الخلية المصابة. إذا هذه بعض المعلومات التي يجب أن تكون لك الطالب في البداية. طيب لنرجع إلى الموضوع، هذه المعلومات هل يمكن أن تفيدنا في حل هذا الموضوع أم لا؟ نرجع إلى الموضوع اللي هو بكالوريا 2019. إذا تمثل الجزء الأول، تمثل الوثيقة واحد آلية تأثير الخلايا المناعية وشروط انحلال الخلايا، خلايا الورم. إذا لدينا خلايا على رسم الذي كنت أتكلم عنه، وضعوا بشكل مبسط. إذا هذه خلايا سليمة، وهذه خلايا قد تعرضت إلى السرطان فأصبحت خلايا سرطانية. طبعا هذه خلايا عارضة، ممكن أن تكون خلايا بلعمة لها شجرية، تقوم ببلعمة المصطدد، تقوم ببلعمة المصطدد اللي هو الخلايا السرطانية، وتعرضه مرتبطا بالCMHR وCMHR2، وتنقله إلى العضو المناعي اللمفاوي الثانوي، قد يكون عقد لمفاوية والاتحاد. تتعرف عليه الخلايا التيكات، وتتعرف عليه الخلايا التيويد. التيكات وظيفتها للتحفيز، التيويد تتكاثر وتتميز وتعطينا خلايا ندعوها بالالتسي. الالتسي تخرج وتذهب إلى مكان الإصابة لتخرب هذا الخلايا السرطانية. يكون هذا التخريب نوعيا، حيث الالتسي التي حاملة للسيديويد تتعرف تعارفا مزدوجا، يؤدي ارتباط السيديويد بالسام اش او اش ار الى تحرير بعد ذلك جزيئات البرفورين ويحدث التخريب. اذا هذه المعلومات التي ذكرتها موجوده امام السؤال. حدد دور الخلايا المناعيه المتدخله في الاستجابه المناعيه ضد الخلايا السرطانيه المتمثله او الممثله في الوثيقه واحد. اذا مطلوب هو تحديد الخلايا المناعية ودورها. إذا يمكن أن نضع ذلك في جدول، من هي الخلايا المتدخلة في الاستجابة المناعية ضد السرطان؟ إذا عندنا أولا خلايا عارضة للمصطدد، فإنها تقوم ببلعمة المصطدد وعرضه على سطحها مرتبط بالCMHR لتتعرف عليه التيويد، وبالCMHR2 لتتعرف عليه التيكات. طيب كما يمكن لها أن تفرز أنتيلوكين واحد الذي يحفز الخلايا المناعية على أو ينشط الخلايا المناعية ويجعلها قادرة على تركيب مستقبل أنتيلوكين 2. إذا هذا بالنسبة لي الخلية رقم واحد. الخلية الثانية اللي هي التي سيليكات يعني التي كات، هي خلايا مناعية وظيفتها تحفيزية، حيث تفرز الأنتيلوكيندر الذي يحفز التكاثر والتمايز. الخلايا الثالثة اللي هي خلايا التيويد. التيويد عندما تتعرف تتكاثر وتتمايز لتعطي التسي. التسي هذه وظيفتها من هي؟ وظيفتها تخريب الخلايا المصابة بعد حدوث التعارف المزدوج بإفراز البيرفورين. إذا لدينا مجموعة من الخلايا، خلايا بلعمية، خلايا التيكات، خلايا التيويد، خلايا التيويد أو التيسي. طيب هذه الخلايا الليمفوسيت تي سيتوتوكسيك هي خلايا تائية سامة تقوم بالتخريب. طيب الآن بعد ما ذكرنا بالسؤال هذا الذي وضع التمرين، ذكرنا بالسؤال، طلب منا اقترح فرضيتين لتفسير إفلال بعض الخلايا السرطانية من الجهاز المناعي. إذا الالتسي لكي تخرب الخلايا المصابة لا بد من حدوث تعارض، فتتعرف بالتسئة على المحدد المصطدد وعلى CMHR. طيب ماذا يحدث للخلايا السرطانية التي تصبح مقاومة؟ يعني ذلك أن الالتسي
لا تستطيع أن تخرب الخلايا السرطانية. طيب لو نعيدها إلى حالتها الطبيعية، تخريب الخلايا المصابة، يتطلب تعرف الخلية التسي على CMHM وعلى محدد المصطدم. طيب إذا لم يتم التعرف نظرا لغياب CMHM أو لغياب محدد المصطدم، فإن الخلايا التسي لا يمكنها أن تخرب الخلايا المصابة. إذا الفرضية، يمكن أن نقول أن الخلايا التسي لا تمتلك CMHM أو SLAM، لا تمتلك أو لا تمتلك محدد أو بيبتين المصطدم، وبالتالي الخلايا التسي لا تستطيع أن تخرب. هل يمكن أن نقترح فرضية أخرى والتي تقول أن الخلايا التسي لا تمتلك مستقبل انتروكين، عفوا لا تمتلك مستقبل TCL؟ طيب إذا كان الخلايا التسي لا تمتلك مستقبل TCL، فإن الجهاز المناعي يمكن أن يكون فيه خلل، وبالتالي يمكن أن يصاب بأمراض كثيرة ليست فقط الإفلام. وبالتالي الخلل لا يكون في الخلايا التسي، وإنما يكون في الخلايا العارضة للمصطدم اللي هي الخلايا السرطانية في هذه الحالة. إذا لدينا فرضيتين، الفرضية الأولى أن غياب الخلية السرطانية لا يمكن تخريبها لأنها لا تحمل CMHM متغير أو فيه طفرة. طيب ممكن الخلايا السرطانية لا تحمل أو لا تركب بيبتيد المصطدم، طيب إذا الخلايا المناعية لا تستطيع أن تتعرف على خلايا لا تمتلك CMHM أو التي لا تمتلك، فتصبح لدينا فرضيتين رئيسيتين. طبعا دائما كالعادة نعرض الإجابة للحظات ثم نمر إلى المشروع الثاني. إذا الخلايا المناعية هي الخلايا CPR، الخلايا العارضة للمصطدم، والتي تشمل ممكن خلايا بلعمية أو حتى خلايا سرطانية أو حتى خلايا شجيرية، إذا تعتبر كلها خلايا عارضة. لكن هذه الخلايا التي نقصدها نحن هنا هي الخلايا التي تعرفت على المصطدم في مكان ما من الجسم ونقلت محدداته إلى الأعضاء الثانوية، حيث قدمته وعرضته على الخلايا الالتيميت والالتيكا. إذا بلعمة خلايا سرطانية وهضمها جزئيا لعرض البيبتيد المصطدم على الأشلار إفراز أنتيلوكين الذي ينشط الخلايا التيميت والخلايا الالتيكات التي تمتلك مستقبل التسعير طبعا بعد التعرض. الخلايا الثانية، النوع الثاني، هي خلايا التيكات تفرز مبلغ الأنتيلوكين من طرف التيكات أو من طرف التيش الذي يحفز الخلايا المناعية بشكل عام على التكاثر والتباين. الالتيويت تتعرف على المحدد المصطدم المعروف من طرف HLA. طيب ثم التكاثر وتعطينا الالتيسي وتتميز الالتيسي وظيفتها التخريب. هذا بالنسبة للجزء الأول. إذا لدينا الفرضية، إذا اقترح فرضية، طبعا الإجابة النموذجية اقترحت عدة فرضية. الخلايا السرطانية تركب جزيئة HLA ولا تركب بيبتيد مصطدم. الخلايا السرطانية ربما لا تركب جزيئة HLA وتركب بيبتيد مصطدم. وهناك فرضيات أخرى منطقية. إذا تقبل أي فرضيتين على شرط أن تكون وجهة. لماذا اخترنا هذه الفرضية؟ شرحنا منذ قليل. نأتي الآن إلى الجزء الثاني. الجزء الثاني للتخلص، طبعا الهدف هو التأكد من صحة الفرض، للتخلص من الأورام يلجأ الأطباء عادة إلى اختيار طرق علاجية من بينها طريقتان موضحتان في الوثيقة اثنين، الطريقة الأولى والطريقة الثانية. نحاول أن نقرأ بشكل عام وليس منفصل. إذا هناك طريقة للعلاج بالأنتيلوكين وهناك طريقة للعلاج بواسطة التيل. طيب لنواصل قراءة الموضوع كذلك.
ذي تفسير عجز الجهاز المناعي على تخريب الخلايا السرطانية في الحالة الطبيعية أو الحالة العلاجية. طبعا هنا هذا الوثيقة لم يطرح عليها سؤال لحد الآن، طرحت ثم لم يطرح عليها أي سؤال. نأتي الآن إلى العنصر الثاني، الجزء الثاني وكأنه عمل ثاني لتفسير عجز الجهاز المناعي على تخريب الخلايا السرطانية في هذه الحالة. ماذا فعل؟ أو الحالة العلاجية، تقترح عليك سلسلة تجارب مبينة في شكلين ألف وب. إذا هناك لدينا شكلين نعرضهما الآن، هذا الشكل ألف والشكل ب. إذا لدينا شكلين سوف نتكلم عنهم بالتفصيل. إذا بالنسبة للشكل ألف أو التجربة اللي فيها واحد، أمكن بتقنيات خاصة تحضير أجزاء مضادة مفلورة لأنها تحتوي على لون أخضر. إذا هناك جسم مضاد ومرتبط بمادة تعطي لون أخضر أو متألق، هذا أخضر. طيب هذا الجسم المضاد ضد من؟ جسم مضاد مفلور بالأخضر مرتبط، إذا هو ضد أشعر، إذا هذا يرتبط بجزيئات أشعر موجودة على سطح الخلايا. أشعر واحد أو سام أشعر واحد، وأخرى مفلورة بالأحمر، وتكون هذه الأجسام المضادة التي لها لون أحمر تكون مفلورة، والتي ترتبط بأي شيء؟ ترتبط بمحدد المستضد، وأخرى مفلورة بالأحمر ضد البيبتيد المستضد اللي يكون معروض أو مرتبط بالأشعة. إذا هذا أشعة واحد وهذا بيبتيد الخلية السرطانية. إذا اللون الأحمر ضد البيبتيد السرطاني، اللون الأخضر هي أجسام مضادة ضد الأشعة. إذا لازم نهتم بالتجربة هذه بشكل كبير. إذا الأجسام المضادة ذات اللون الأخضر هي ضد الأشعة، الأجسام المضادة ضد ذات اللون الأحمر هي ضد البيبتيد المستضد. إذا هذه بالنسبة للتجربة. طيب الوسط ألف ماذا يحتوي؟ الوسط ألف يحتوي على خلايا ورمية أخذت من ورم حديد عندما ظهر حديدا فقط، إذا غير مقاومة لتيل نرمز لها بالرمز إكس. إذا الخلايا إكس هذه خلايا سرطانية حديثة النشأ، حديثة التكوين، بينما الوسط ده خلايا سرطانية في مرحلة متقدمة من السرطان، معناها بعد المرور ممكن عدة أشهر أو عدة سنوات. إذا خلايا سرطانية متقدمة بعد مرحلة متقدمة من وهي مقاومة للليمفاويات التائية التي زرعت خارج الجسم. إذا لدينا مجموعة من التجارب، متابعة توزع الفلورا أعطت النتائج المبينة في الجدول الشكل ألف. إذا هناك مجموعة من التجارب، تزرع الخلايا التسي مأخوذة من ورم مع خليتي الورميتين إكس وكريك، الملاحظة المجهرية المتحصل عليها من نشر الوثيقة. لنعرض الآن هاتين أو هذه التجارب بالشكل التالي. طيب لدينا هذه التجربة ممثلة في الجدول وممثلة في شكل ألف وممثلة في بشكل عام في الوثيقة أتلاف. إذا لدينا الوسط ألف ماذا يحتوي؟ الوسط؟ يحتوي على خلايا إكس، هذا خلايا إكس. إذا لدينا الوسط ألف يحتوي على خلايا إكس، أضفت لها ماذا أضفت لها؟ أضفت لها أجسام مضادة ملونة بالأخضر ضد، والأخضر ضد الأشعة، من الأجسام المضادة عندما أضفتها قست كميتها في الوسط وقست كميتها في الخلايا أو على الخلايا، فلوحظ أنه في الوسط اختفت تقريبا أو تناقصت وظهرت بشكل كبير جدا على سطح الخلايا، مما يدل على أن الأجسام المضادة هذه قد ارتبطت مع الأشعر أ الموجود على سطح خلايا إكس، طيب الآن في الحالة الأخرى نفس التجربة السابقة، إذا لدينا الخلايا إكس، هذه الخلايا إكس ماذا أضفت لها؟ أجسام مضادة
لكنها ملونه باش بالاحمر، والاحمر ضد البيبتيد المستضد. فعندما اضفت الاجسام المضاده وجدتها انها اختفت من الوسط او كانت قليله في الوسط، ولكنها ظهرت على من؟ على السطح الخارجي او سطح الغشاء الخارجي للخلايا السرطانيه اللي هي من نمط اكس اللي هي المتقدمه. اذا يعني ذلك ان الاجسام المضاده وفي الورم الاحمر والضد الكبتيد المستضده ارتبطت باي شيء؟ ارتبطت بالخلايا السرطانيه، ارتبطت بالخلايا السرطانيه. اذا الخلايا السرطانيه اللي الموجوده هنا تحتوي على بيبتيد، تحتوي على بيبتيد مستضد. هذا بالنسبه لي التجربه الاولى. التجربه الثانيه ماذا وضعت؟ خلايا إيكغريك، خلايا سميتها إيكغريك وهي مرحله متقدمه جدا من السرطان. اذا ماذا اضفت؟ اجسام مضاده بنفس الطريقه، اجسام مضاده ملونه بالاخضر ضد الاشقر. فلاحظنا ان الاجسام المضاده بقيت في الوسط بشكل كبير بينما لم تلتصق او لم تظهر في الغشاء، يدل على ان هذه الاجسام المضاده لم تستطع ان ترتبط بالغشاء الميولي لغياب اشقر. اذا الخلايا إيكغريك لا تركب الاشقر. بالنسبه للحاله الثانيه لنفس الشيء، اذا خلايا إيكغريك وهي خلايا سرطانية أضفت لها أجسام مضادة، هذه الأجسام المضادة ذات لون أخضر، ذات لون أحمر وهي ضد البيبتيد المستضدي. في الوسط وجدناها بكثرة، في الخلايا وجدناها بقلة، يدل على أن الأجسام المضادة المضادة للبيبتيد المستضدي لا تستطيع أن ترتبط بغشاء الخلية المصابة، لا تستطيع. هذا شرح بالنسبة لي التجربة. طيب الآن لنعيد أو نعود إلى السؤال اللي هو السؤال المطلوب. طيب باستغلالك للوثيقتين 2 و3 فسر إفلات وعدم إفلات. إذا باستغلالك للوثيقتين فسر إفلات الخلايا الورمية من الجهاز المناعي الطبيعي مبرزا دور البروتينات في ذلك، ثم بين الفرضية أكثر وجه. إذا نريد أن نفسر ثم نحدد الفرضية، ثم استنتج بأن التدخل العلاجي غير فعال. إذا السؤال باستغلالك للمعطيات فسر الإفلات. طيب نريد أن نفسر الإفلات، نستعمل هذه الوثيقة، نريد أن نفسر الإفلات، نستعمل هذه الوثيقة أم نستعمل هذه الوثيقة؟ هذه الوثيقة، هذه الوثيقة رغم أنها في الترتيب في الموضوع هي الوثيقة 2، إلا أنني لا أستطيع أن أستعملها في تفسير الإفلات، ولذلك نستعمل الوثيقة رقم 3. طيب السؤال الثاني اللي راح يجي مباشرة وراه السؤال، استنتج بأن التدخل العلاجي، إذا التدخل العلاجي هو موجود في الوثيقة 2، ليس موجود في الوثيقة 3، ثم بعد ذلك قدم نصيحة وقائية. إذا الآن كما ذكرنا نريد أن نفسر الإفلات، كيف حدث الإفلات؟ إذا نبدأ من خلال الشكل أليف، من خلال الشكل أليف، ومن خلال الذي يمثل النتائج التجريبية نعطي له عنوان. إذا حيث عندما استعملنا في الوسط أليف خلايا إكس لاحظنا عدم وجود أجسام مضادة في الوسط، ولاحظنا وجود أجسام مضادة على مستوى الغشاء، يدل على أن الخلايا السرطانية إكس يمكن لها أن تركب ماذا تركب؟ جزيئات أشقر. طيب عند استعمال فلورة حمراء أو أجسام مضادة مفلورة بالأحمر ضد البيبتيد المستضدي لاحظنا وجود في الوسط نسبة قليلة ووجود في الخلايا نسبة كبيرة من الأجسام المضادة، يدل على أن الأجسام المضادة ذات اللون الأحمر ضد البيبتيد المستضد قد ارتبطت بماذا؟ بالغشاء الميولي لوجود البيبتيد المستضد. إذا الخلايا إكس يمكنها أن تركب البيبتيد المستضد وتركب الأشقر. هذا ما تثبته يثبته الشكل ب، حيث يلاحظ من خلال الشكل ب تماس بين الخلايا التسي وتماس بين الخلايا الورمية إكس
لحدوث تعارف مزدوج، إذا هنا يحدث تعارف مزدوج، وبالتالي يمكن للخلايا السرطان LTC أن تخرب الخلايا إكس. طيب الحالة الثانية في الوسط باء، عند وجود نفسه عند إضافة السم مضادة من فلورة بالأخضر ضد الأشعة، لن نلاحظ أنها تتواجد فقط في الوسط ولا تتواجد في الغشاء، يدل على غياب أشعة، مما يعني أن الخلايا إيجريك هذه لا تستطيع أن تركب جزيئات أشعة، كما لا تستطيع أن تعرض البيبتيد المستضد. هذا ما يثبته الشكل باء، حيث نلاحظ عدم تماس بين الخليتين، وهذا يدل على أن الخلايا المتقدمة في السرطان يمكن لها أن تفلت من الجهاز المناعي بعدم تركيبها للأشعة، وبالتالي لا تستطيع الخلايا LTC التعرف عليها وتخريبها، وهذا ما يثبت الفرضية التي تنص على ذلك إذا كانت واحد، وينفي الفرضيات الباقية، وينفي الفرضيات الباقية. إذا أكدنا على أنه كيف يمكن للخلايا السرطانية أن تصبح في المرحلة الأخيرة من السرطان أن تصبح مقاومة، يمكن للخلايا السرطانية أن لا تركب البيبتيد المستضد وبالتالي لا يحدث التعرض. طيب لنعود إلى السؤال الموالي اللي هو استنتج بأن التدخل العلاجي غير فعال، أين هو التدخل العلاجي؟ إذا التدخل العلاجي لدينا تدخلين رئيسيين، التدخل الأول والتدخل الثاني، لا بد من شرح هذين التدخلين، لا بد من شرح هذين التدخلين. إذا التدخل الأول يعتمد على حقن الأنتيلوكينات، الذي التدخل الأول يعتمد على حقن الأنتيلوكينات، حيث يلاحظ من خلال هذا المنحنى الذي يمثل تغيرات عدد كلي الخلايا النفوية في الدم بدلالة الزمن، عندما نحقن كل مرة أنتيلوكين تزداد الخلايا LTV تكاثرا ثم بعد ذلك تتمايز، مما يدل على أن العلاج الأول يسمح بتكاثر الخلايا LTV. طيب الحالة الثانية، يمكن أن نأخذ خلايا لمفاوية من رئة الشخص المصاب بالسرطان وإكثارها داخل خارج الجسم، عندما نكثرها خارج الجسم نستطيع أن نعيدها مرة أخرى بدون أي مشكلة، فتصبح الخلايا هذه اللي سميناها تيل إنها خلايا لمفاوية تم إكثارها خارج الجسم. طيب هذه يمكن أن تكون مفيدة متى؟ إذا كانت الخلايا السرطانية، إذا كانت الخلايا السرطانية تحمل بيبتيد المستضد، تحمل بيبتيد، فيمكن للخلايا LTC أن تخربها، لكن إذا كانت الخلايا السرطانية لا تمتلك البيبتيد المستضد ولا تمتلك HLA فإن ذلك لا يعني، فإن الخلايا LTC ولو كانت للمرايا فإنها لا يمكن أن تخربها، فتصبح الطريقة الأولى أو العلاجية فعالة عندما يكون هناك كشفا مبكرا للسرطان، بينما لا تكون فعالة في المرحلة الأخيرة للسرطان حيث الخلايا السرطانية لا تحمل البيبتيد المستضد، وبالتالي LTC مهما كان عددها لا تستطيع أن تخربها. هذا بالنسبة للتدخل العلاجي. إذن في السؤال الموالي، السؤال الموالي ثم قدم نصيحة وقائية لتطور هذا المرض. إذن النصيحة الوقائية هي أنها لا بد من الكشف المبكر على السرطان في الجسم، الكشف المبكر على السرطان في الجسم. إذن هذه النصيحة الوقائية، حيث كلما اكتشف مبكرا كلما كان علاجه أكثر نجاعة، وإذا اكتشف في المراحل الأخيرة فإن علاجه يكون صعبا وليس مستحيلا. طيب الآن نأتي إلى عملية التركيب، التركيب اللي هي الجزء الثالث اللي هي التلخيص في مخطط أو في رسم تخطيطي وظيفي أو في نص علمي. طالب الآن لخص في مخطط مراحل الاستجابة المناعية ضد الخلايا السرطانية اعتمادا على مكتسباتك وموظفا المعلومات التي توصلت إليها. إذا لدينا مخطط ولدينا رسم تخطيطي تفسير، إذا وظيفي، إذا المخطط نستعمل فيه رموزا، والرسم التخطيطي الوظيفي نستخدم فيه الخلايا ببنيتها الجزيئية، ولذلك نقدم هذا المخطط الذي يمثل
مراحل الاستجابة المناعية. طيب إذا ظهرت خلية سرطانية، فإن الخلايا العارضة الموجودة في أنحاء الجسم، في أنحاء الجلد الأنسجة، يمكن أن تكشفها فتتعرف عليها وتهضمها وتعرضها على سطحها، تسمى هذه العملية الانتقاء والتعرض. تعرض هذه الخلايا البيبتيد المستضدة على الخلايا الالتقاء أو الخلايا الالتويد وتنشطها بواسطة الأنتيلوكين. إذا بعد ذلك يأتي عملية التنشيط. طيب عندما تتنشط خلايا الالتقاء تتكاثر وتتميز معطية الالتئاش. الالتئاش تفرز الأنتيلوكين ليساهم في تكاثر الخلايا السرطانية للخلايا التسي. إذا كانت خلايا التسي استطاعت أن تتعرف على الخلايا الورمية نتيجة أنها تكون حديثة، فإنها تستطيع أن تفرز البرفورين وتستطيع أن تخرب الخلايا وبالتالي تراجع السرطان. إذا كانت الالتسي موجودة ولم تستطع أن تتعرف على الخلايا السرطانية هذه التي تطور فيها السرطان، فإنها لا تستطيع أن تفرز البرفورين وبالتالي لا تستطيع أن تحلل الخلايا السرطانية. طيب هنا نسينا جزء اللي هو مهم، اللي هو عرض الإجابة اللي ممكن يستفيد منها الطالب، نعرض هذا حضر دائما. إذا الجزء الثاني تفسير الإفلات وعدم سبب إفلات الخلايا السرطانية من جهة مناعي وبرزات دور البروتينات. في الوسط وذكرناها وجود فلورا شديدة خضراء على السطح غشاء الخلايا الورمية الحديثة الإكس يدل على تثبيت الأجسام المضادة ضد أشعة. ظهور فلورا حمراء يدل على تثبيت الأجسام المضادة على الخلايا إكس، هذا يعني أنه تمتلك الأشعة واحد وتمتلك بيبتيد المستضد. أما في الوسط ومنه في الخلية إكس تعرض على السطح غشائها معقد بيبتيد أشعة، لا تستطيع به أن تتعرف على الخلايا التسي وبالتالي تستطيع أن تخرجها. في الوسط ب عدم ظهور الفلورا الخضراء على السطح الغشاء يدل على عدم وجود HLA، عدم وجود الفلورا الحمراء يدل على عدم وجود البيبتيد المستضد، وبالتالي الخلايا إيكغريك لا تركب جزيئات HLA وتركب البيبتيد المستضد، ولذلك يمكن ولذلك لا تعرض على السطح الغشائي فلا ترتبط بالالتسي وبالتالي لا يحدث التخريب. ومنه تعطينا الفرضية التي تنص على أن الخلايا التسي لا تستطيع أن تركب الخلايا السرطانية لا تستطيع أن تركب ماذا الجزيئات HLA وبالتالي لا يحدث التعرف ولا يحدث التخريب. الطريقة العلاجية استنتاج، الطريقة الأولى تعتمد شرحناها أيضا، والطريقة الثانية تعتمد على إضافة خلايا تم إكثارها بأعداد هائلة نظرا لأن الأنتيلوكين الحقن المتكرر الأنتيلوكين قد يضر بالفرد. إذا بأعداد هائلة يسمح بتراجع الورم قبل الاختبار. ومنه تكون الطريقة ناجعة إذا اكتشف المرض في مرحلة متقدمة، بينما إذا اكتشف في مرحلة متأخرة لا تكون له فائدة. النصيحة ننصح بإجراء فحوصات دورية تسمح بالكشف المبكر عن السرطان. هذه الإجابات اللي موجودة في موضوع البكالوريوس. وبالتالي إذا عرضنا الموضوع من جديد مرة أخرى هو كالتالي، إذا يطرح مشكلة هو كيف تكون الخلايا السرطانية مقاومة للجهاز المناعي. إذا يعود ذلك استعملنا فيها ما فكرتين رئيسيتين، أن لكي تقوم الخلايا التسي بتخريب الخلايا السرطانية لابد أن تتعرف على البيبتيد المستضد وعلى الأشعة، هذه المعلومات التي نمتلك. إذا من خلال هاتين المعلومتين ومن خلال المعلومات المنهجية اللي هي أو الموارد المنهجية اللي هي القدرة على الملاحظة، القدرة على التركيب، القدرة على الرسم، القدرة على التحليل، القدرات التي يشملها التي تكون عند الطالب، نستطيع أو أجبنا على مشكلة علمية موجودة في الواقع، موجودة في الواقع اللي هي مشكلة السرطان. بهذا نكون قد أنهينا هذا الموضوع وبالتوفيق.